ومن جانبه أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بجهود خادم الحرمين الشريفين المكثفة ودوره الكبير لتعزيز الاستقرار في المنطقة وإنجاح القمة العربية، معربا عن تمنياته بأن تشكل قمة جدة بداية مرحلة جديدة للتضامن والسلام والتنمية. ونحن ناقل هذه القمة في عالم مضطرب، فإن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي والعربي الإقليمي والدولي والذي توج بهذه القمة، والتي أتمنى أن تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا، للسلام في منطقتنا، للتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار. كما أشكر خادم الحرمين الشريفين على الدور الكبير الذي قام به والجهود المكثفة التي بذلها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولإنجاح هذه القمة.